السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم تابعين قناة متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر الجولة 14 من الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة. متابعين الكرام، الجولة هتبدأ بإذن الله تعالى بداية من اليوم الجمعة 19/11/2021. الفيديو هيكون بتوقيت مصر، توقيت مصر هو توقيت ليبيا والسودان والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، يعني المباراة هيكون بعد 10 مساء بموناكو وليل الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والدول اللي قلنا عليها دي. لو عايز توقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق من فضلك زود ساعة، يعني الساعة 10 مساء هتكون 11 مساء. لو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب من فضلك قلل ساعة، فالساعة 10 مساء هتكون الساعة 9 مساء. ولو عايز توقيت الإمارات وعمان من فضلك زود ساعتين، ف10 مساء هتكون الساعة 12 منتصف الليل. لو عايز توقيت جرينتش ومرتين من فضلك قلل ساعتين، ف10 مساء هتكون 8 مساء، والكلام ده مع باقي التوقيتات. موناكو أمام ليل القناة الوحيدة أو المباراة الوحيدة اللي أنا عارف المعلق بتاعها. المباراة معادها الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم الجمعة، اليوم الجمعة 19/11/2021، القناة الناقلة قناة بين سبورتس اتش دي 2، بين سبورتس التانية، ودي القناة اللي هتذيع كل المباريات بنسبة كبيرة، إلا إذا لو كان في أكتر من مباراة في نفس التوقيت هقول لك القناة الناقلة بتاعتها. والمعلق هو محمد بركات. يوم السبت 20/11/2021 بإذن الله تعالى باريس سان جيرمان هيلعب أمام نانت الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ورين هيلعب أمام مونبلي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، بتوقيت مصر عذرا، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة. والقناة الناقلة للمباراتين قناة بين سبورتس اتش دي 2 التانية العادية زي ما قلنا. يوم الأحد بإذن الله تعالى الموافق 21/11/2021 بريست هيلعب أمام لانس الساعة 2 ظهرا بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 2 بين سبورتس التانية. بعد كده عندنا أربع مباريات في نفس التوقيت. استراسبورغ هيلعب أمام استاد ريمس الساعة 4 عصرا مساء بتوقيت مصر في نفس التوقيت. تروا هيلعب أمام سانت تيان، أنجي هيلعب أمام لوريان، وميتز هيلعب أمام بوردو الساعة 4 عصرا مساء بتوقيت مصر و5 مساء بتوقيت مكة المكرمة. بالنسبة للقناة الناقلة، ميتز أمام بوردو على قناة بين سبورتس اتش دي 4 أو الرابعة، تروا أمام سانت تيان على قناة بين سبورتس اتش دي 6 أو 6. وعندنا أيضا مباراة استراسبورغ أمام ريمز، ستراسبورج زي ما قلنا هيلعب امام استاد ريمز، ايوه القناه الناقله للمباراه قناه بين سبورتس اتش دي 3 بريميوم الثالثه بريميوم. كده يبقى عندنا فاضل مباراه انجي امام لوريان، ودي قال على قناه بين سبورتس اتش دي 2 الثانيه العاديه اللي هي بتاعه الدوري الفرنسي اصلا. الساعه 6 مساء بتوقيت مصر كلير ماونت هيلعب امام نيس، والساعه 9:45 دقيقه او 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر، و10:45 دقيقه او 11 الا ربع مساء بتوقيت مكه المكرمه، ليون امام مارسيليا. والمباراتين على قناه بين سبورتس اتش دي 2 او بين سبورتس الثانيه. المباريات المطلوب توقعها ليون امام مارسيليا، وايضا عندنا مباراه رين امام مونبلي، باريس سان جيرمان امام نانت، وموناكو امام ليل. اشترك في القناه وفعل زر الجرس عملاق الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.